ايه؟ ايه؟ هي اتعرفت بايه؟ هي اتعرفت اكيد ليها جمهور، سواء هي ايجابيه او سلبيه هي ليها جمهور. على حساب انه الدعايه السلبيه اهم من الدعايه الايجابيه. شهدت المواجهات بين المذيعه المصريه ياسمين عز ومنتقديها تطورات جديده بعد دخول الفنانه السوريه ساره نخله على الخط وقرارها بكشف المستور بشان برنامج ياسمين. والى التفاصيل. تحول جمهورها إلى فريقين يختلفون بشأن ذلك المحتوى الأغرب من نوعه بعد أن وكلت المذيعة المصرية ياسمين عز نفسها محامية للرجال تدافع عنهم في كل صغيرة وكبيرة. دفاع ياسمين عن الرجال اعتبرته الكثير من السيدات تحاملاً عليهن، لأن ياسمين لازالت تصر على أن الرجل في بيته ملك متوج لابد أن يحصل على ذلك الحق من زوجته التي عليها أن تخضع له كما يشاء. الموقف المعروف مسبقاً بشأن المذيعة ياسمين عز لم يرق لكثير من السيدات، حيث اعتبرنا نصائحها اليومية على ذلك النحو انتقاصاً مما كانت الزوجات، ولطالما تصدت لها زميلتها المصرية رضوى الشربيني المعروفة بدفاعها المتواصل عن حقوق الزوجات وحثها لكل سيدة على التمسك بحقها وإن وصل الأمر إلى الانفصال. لكن لسوء حظ ياسمين عز أن جبهة المواجهة بشأن حلقات برنامجها تم تدعيمها مؤخرا من خلال الفنانة السورية سارة نخلة التي قررت كشف أسرار برنامج ياسمين وانضمت لصفوف المناوئين لها. الفنانة السورية سارة نخلة اعتبرت أن المحتوى الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز صفر، وأنها خضعت لإجراءات تجميل للظهور بتلك الإطلالة التي توفر لها عناصر الإبهار لإقناع الجمهور، وأن كلامها لا يصلح للبث على التلفزيون. سارة نخلة جددت التأكيد على درايتها الكاملة بشأن فريق الإعداد الخاص بذلك البرنامج وما يحدث فيه، بينما لم ترى لها جمهوراً أنها تخاطب سيدات مصر وجميع السيدات بطريقة تقلل بها منهن، بأن انتهجت في برنامجها أسلوب توجيه الأوامر بطريقة تتضمن تعليم السيدات أن يعيشن بلا كرامة على حد تعبير الفنانة السورية. المصريات بدأن تسخين المواجهة بين الفنانة السورية وياسمين عز، واعتبرنا أن سارة نخلة على حق في موقفها بشأن البرنامج المثير للجدل، وأكدنا أن جميع من يدافع عن برنامج ياسمين عز هم فقط من الرجال. وحتى الآن فإن ياسمين عز ملتزمة الصمت بشأن ما أثارته بشأنها الفنانة السورية سارة نخلة، وربما أرادت الإعلامية المصرية بذلك عدم إعادة خط المواجهة بينها وبين السوريين، على خلفية إصرارها مؤخراً على توجيه نصائح للسوريات بشأن طريقة معاملة الأزواج. وكانت ياسمين عز قد قالت إن الزوجة السورية عليها أن تعامل زوجها باعتباره فرعوناً متوجاً، وهو ذلك التصريح الذي تسبب في أزمة لياسمين بعد أن لاقت تقييمات سلبية على تدخلها في الحياة الاجتماعية للشعب السوري دون اعتبار لثقافته وعاداته. وبرغم كثرة النصائح التي تبثها ياسمين عز للسيدات، إلا أن أسلوبها فتح الباب لانتقادها بادعاء أنها تنتصر للرجل على حساب كرامة الزوجات وتريد العودة بهن 1000 عام إلى الوراء. وما بين مؤيد ومعارض تجد الإعلامية المصرية ضالتها في اعتلاء الترند كما تريد، ولعل الانتقادات الموجهة إليها مقصودة ومرغوبة لهذا الغرض.